راسبون سبور خطافي شنا المقابلة كيفاش الهدف اللي تسجل في الدقيقة 18 شنا هدف واحد شنا كيفاش ترانسبار سبور كيفاش في الشوط الثاني رمى بكل ثقة له من أجل تعديل النتيجة وشنا كيفاش الاستحواذ شنا التمريرات كلش خطافي وين شنا كيفاش استحواذ 40% 302 مقابل 461 تمريرة. يعني نقولوا باللي اليوم ترانسفار سبور اللي لعب بكل قوة من أجل الفوز أو التعديل النتيجة لكن بدون جدوى. وين كرامان المدرب تاع ترانسفار سبور اللي عمل المستحيل من أجل التغييرات اللي دارهم شنا كيفاش المدرب تاع خطافي اللي عرف كيفاش بخطة خاصة في الشوط الثاني الشوط الأول اللي لعب بخطة 4-3-3-3 شنا الشوط الثاني كيفاش عاود ولا تشوف عاود ولا يلعب بخطة تاع 4-4-2 ولا يلعب للحفاظ على النتيجة واللعب في الهجوم بطريقة ذكية وهي طريقة تاع كيما نقولوا حنايا الهجمات المعاكسة ولا يرجع يلعب كتلة الصعود والنزول والدفاع في الدفاع والهجوم يعني وكما نهضروا بالعامية تاعنا معمرين الميليو تيرا وين كانوا معمرين الميليو تيرا بمعنى كلمة يعني خطافي نقولوا لعاب كينيدي دايفيد فيصل فجار سنة فرانسيسكو يعني أريكي سنة لويس اللي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 18 نقولوا الحارس شاكيري من جانب ترانسفار سبور شنا اسكندر شنا دونيس بيدرو حسني اللاعب هذا فيليب يعني شو كيفاش المقابله تلعبت في كما يقول لك على جزيئات صغار برك هذه هي المقابله فرق كي نشوفوا كيما كان فرق عندهم تقاليد تاعهم عندهم انصار تاعهم شخصيه تاع اللاعبين ما ننساوش هنيك ليندرو الحارس تاع خطافي اللي انقذ المرمى تاعو من عده اهداف محققه واخرج خاصه وين تحسني اللي خرج في الركنيه وين خرج هدف كان في الشباك خرجه باعجوبه صحيتو.